أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الشجاع وجهوده الدؤوبة من أجل الشعب الفلسطيني. وخلال افتتاحه جناح مصر في الدورة الحالية لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب، أكد مادورو أنه وكافة أفراد الشعب الفنزويلي يقدمون كل دعم من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية. Y dígale al presidente Sisi que cuenta con todo mi apoyo.